بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اللقاء سنتحدث ونتكلم عن خدمة جوجل فورم. جوجل فورم هو جزء من جوجل دوكس أو ملفات جوجل، وهي برنامج معالجة كلمات وجداول ممتدة وعروض تقديمية مجانية، ويعمل على الويب الذي مقدم من جوجل، ويسمح برنامج بإنشاء الملفات وتحريرها عبر الإنترنت بالتشارك مع المستخدمين الآخرين في الوقت نفسه، ويجمع جوجل دوكس بين خصائص خدمتي معالجة الكلمات والجداول الممتدة، والتي تم دمجها في منتج واحد في 10 أكتوبر سنة 2006 ميلادي. ثم أطلق منتج ثالث للعروض التقديمية متضمنا تكنولوجيا صممت من قبل أنظمة تونيك في 17 ديسمبر سنة 2007. وللحصول على الملخص بياني لنتيجة الاستبيان نستخدم جوجل فورم. وهناك مميزات عمل استبانة بجوجل فورم. أولا، إمكان إرسال نموذج الأسئلة أو الاستبانة عن طريق البريد الإلكتروني ومشاركته بجوجل بلاس. ثانيا، متابعة نتيجة الاستبانة بورقة العمل إكسل مع إمكانيات تطبيق إجراءات برنامج إكسل من عمليات حسابية وغيرها دون الحاجة لوجود البرنامج على جهازك. ثالثا، الحصول على الملخص بياني لنتيجة الاستبيان. رابعا، تطبيق سمة ثيم لإعطاء الشكل الجمالي للاستبانة. خامسا، يمكن أيضا الحصول على كود iFrame لوضع الاستبانة بموقعك على الويب أو مدونتك. وهناك أنواع الأسئلة المتاحة بجوجل فورم. أولا، نص أو تكست. ثانيا، خيارات متعددة أو multiple choice. ثالثا، مربعات الاختيار أو check boxes. رابعا، اختر من قائمة أو choose from list. خامسا، تغيير الحجم أو scale للسؤال عن مدى أو درجة. سادسا، شبكة أو grid. وسابعا، نص فقرة أو paragraph text. شكرا جزيلا، إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.